في ظل عجز المصارف بهيكليتها الحالية عن ضمان حقوق المودعين واسترجاع أموالهم وتلبية حاجات السوق، خرج إلى العلن ما يسمى ببطاقة بيربل وي باي، مهمتهم تسهيل التعامل النقدي وتقديم الخدمات المالية. للوهلة الأولى يبدو الموضوع جيداً، ولكن في معلومات سبوتشوت فإن هذه الشركات مرتبطة بشكل مباشر بالمصارف، وهي من تصدر هذه البطاقات. فعلى سبيل المثال، بطاقة بيربل تابعة لبنك BLF، وبطاقة وي باي تابعة لبنك سرادار. نحن اللي عم نعيشه بلبنان أكبر عملية نهب بتاريخ العالم. فنحن اليوم هالكتاع أو الكروتة مجبورة يكونوا موصولين بمصارف، ما في شيء مخبى، ولا عم ندافع على حدا، لأنه بده يكونوا موصولين بمحل، بده يكونوا تحت مراقبة معينة. إذا لا الكروتة تقنياً ما فيها تشتغل. يعني اليوم المصارف اللبنانية بعدهم موجودين، بس طبعا عم يطلعوا كروتة باسم يا صرافين معينين يا غيرها. فأكيد هالكروتة منه سر، وهاللي بده يكذبها غلطان، هن موصولة بالمصارف. وهنا تنجلي الحقيقة، إنه الثعلب حين يتنكر بثوب العفة والبراءة. هكذا تعلق مصادر مطلعة على ما تصفه وقاحة أصحاب المصارف الجديدة، وتقول: بعدما نفذت المصارف أكبر عملية سطو على أموال الناس وغرقت حتى رقبتها باتهامات الفساد وإساءة الأمانات التي وضعت في خزائنها، تقوم اليوم ومن دون خجل بالظهور أمام اللبنانيين بثوب جديد، ظنا منها أن ذاكرة اللبنانيين قصيرة. $100 in is $100 out, no less. إنها الجملة المضحكة المبكية، فلسخرية القدر أنه لدى التدقيق فيها يظهر واضحاً ما يخفي العقل الباطن لكاتبها ذو الأصول البنكرجية. فهذه الجهات المصرفية تحاول إيهام المواطنين بالقول: هذه المرة إن وضعتم $100 لدينا ستبقى $100، لن نسرقها ولن نقامر بها ثانية. لكننا نسأل: كيف سنصدق هذه الشركات الخفية ذات الأصول البنكرجية؟ هي حقاً رائحة نتنة أخرى لكن بطعمة مختلفة. من سيضمن أن لا تجري سرقة هذه الدولارات مرة أخرى بذرائع واهية؟ وكيف لمن نكل بالمواطنين وأذلهم على أبواب المصارف وأعطاهم حقوقهم ونقودهم بالقطارة وابتزه عبر إضراباتها أن يقنع المواطنين بأنه لن يخونهم مرة أخرى؟ ومن هنا لابد أن نسأل: كيف للمصارف أن تقوم بهذه الخطوة في ظل وضع مصرفي حرج؟ وكيف تبدأ باستثمارات جديدة، لاسيما أن مصير الودائع لا يزال مجهولاً حتى الساعة؟ فبدل أن تعمل على إعادة أموال المودعين، تبدأ باستثمار جديد؟ تغرب الطريقة اللي عم بيخاطب فيها النظام المصرفي الجمهور، خلال أنه عم بيقدم له برودكتس جديدة، عم بيجرب يقنعه بأنه يتعامل فيها بطاقات مصرفية بمسميات مختلفة. من الأفضل والأجدى أنه هذا القطاع يجرب يخاطب هذا الجمهور بهواجسه، يعني يقول له كيف ممكن يرد له الوديعة تبعيته، هل حترجع الوديعة ولا مش رح ترجع، وإمتى. يعني هيدي أهم بكتير من أنه يجرب البنك يتعاطى مع الجمهور تبعه وكأنه ما في شيء، عم بيحتال مرة تانية على الناس وكأن شيئا لم يكن، وصفحة جديدة عم نفتحها بطريقة غير مباشرة، وعفى الله عما مضى ونبلش برودكتس جديدة. ومن البديهي أن إطلاق مشروع بهذه الأهمية يسند بالعادة إلى عامل الثقة، فما رأي الجمعيات التي تعنى بشؤون المودعين؟ كل هذه أنواع من الاحتيال، لأنه المصارف عم تشتغل وعم تستثمر بمصرياتنا، هودي مصرياتنا نحن المودعين يلي حطينا مصرياتنا، وصارن 3 سنين مانعيننا من أنه نخدهم بحجة عدم توفر السيولة، ومنشوف أنه هن ذاتهم هالمصارف وأصحاب المصارف عم بتزيد استثماراتهم بالقطاعات المالية. أنا بكل تأكيد بحذر كل العالم، اللي جرب مجرب بيكون عقله مخرب، ما بقى نوثق بالمصارف، فالعالم ما توقع بهذا الفخ وما ترجع توثق بالقطاع المصرفي، لأنه بعد رح يوصل نهار ويلاقوا هذا الفريش تبعهم كمان طار. وفي الختام نسأل المشاهدين: هل ستلجؤون إلى التعامل مع هذه الشركات وفق المغريات التي تقدمها لتسهيل أموركم؟ شاركونا تعليقاتكم.